اسمي زيد البرغوثي ودرست في جامعة برينستون في ولاية نيو جيرسي وتخصصت بإيكونومكس مع ماينر في ستاتستكس اند ماشين ليرنينج. صراحة في البداية ما كنت مقتنع اني التحق في البرنامج لان ما حبيت اضيع وقت من اجازتي، بس اخوي الكبير تخرج من جامعة ستانفورد والتحق بالبرنامج ونصحني، قال لي البرنامج بيحطك في الطريق الصحيح عشان تدخل افضل الجامعات، واخذت نصيحته. تجربتي ساعدتني اني اتعود على العمل الشاق عدة ساعات، مو بس اتعود حتى اني احب الشغل. تعلمت ما هي الخطوات التي يجب ان اتخذها للحصول على القبول في افضل الجامعات. صراحة البرنامج غير حياتي، لان قبل البرنامج كان عندي شك وغموض بخصوص امكانياتي في الحصول على القبول في افضل الجامعات، بس البرنامج عرفني على طلاب طموحين زيي، وصار عندي الشعور ان اذا بامكانهم انجاز او الحصول على قبول في افضل الجامعات حتى انا بامكاني. فمن ناحيه شخصيتي اصبح عندي الكونفيدنس ان ماي سيلف يعني تو اتشيف ماي جولز. ورسالتي لزملائي بليف ان يور سيلف، يعني if I can do it, if all these other students can do it, you can do it too. And all you have to do is just be confident and do your best.